عليك بأدعية أذكار النوم، أن تنام على وضوء وتنام على الشقق الأيمن وتدعو بالأدعية الواردة عند أذكاري عند أذكار النوم. وإذا انتبهت من نومك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن دعا استجيب له وإن قام صلى قبلت صلاته. والتقى يوما أحد المغفلين عفانا الله وإياكم في كتاب الجوزي أخبار حمق المغفلين مع مجموعة من الناس يتذاكرون قيام الليل، هو كده سبحان الله لأن مجموعة جالسين جلس معهم فكانوا يتذاكرون قيام الليل، فكل يقول يحكي ماذا لا يقوم بالليل وكذا ربع الليل ثلث الليل كذا، قال له طب أنت، قال حتى أنا يعني بس القيام الليل لكم أنت وحدكم، حتى أنا برضو عندي قيام في الليل. قال هو ماذا تفعل جعلت في ذاك؟ قال أقوم أبول ثم أنام. وفي بعض الناس الآن لو ابن الجوزي عايش معانا الآن عندنا قيام الليل على الواتس اللئيم، عندنا قيام الليل على الواتس اللئيم الآن والعياذ بالله، معتكف على الواتس اللئيم 94 ساعة في اليوم. هذا أخبار حمق المغفرين الجدد الجيل الخامس G5 ها معتكف على الجوال مدنقر كده ما يتعب منه أبدا، أقسم بالله والله في المسجد هو منسدح والجوال، قلت سبحان الله يا رب السد حد تكون مع القرآن كده، ما يقدر يسويها إلا ما رحم الله عز وجل، والله منسدح وماسك الجوال، لا رقبتك تعبت إيدك تعبت. أنا بقول لكم يا إخوان خلي الموضوع يكون اسكوبينج عندكم الآن، تابعوا مع نفسكم مع الآخرين مع النصح والتوجيه ستجد والله العظيم عجب، والله ستجد عجبا يا أخي حتى وانت منسدح يا أخي سبحان الله، بينما يأتي الواحد سبحان الله إذا قرأ جزءا كأنه قد يعني جبال على إيش؟ على كتفيه سبحان الله العظيم، لكن مع الواتس ولا مع الجوال ما عندوش تعب أبدا. حتى شركة سامسونج زعلانة منه وآيفون تعلن إضرابها وكمان يمكن تقفل الشركة مرة واحدة من هذا التعامل مع هذه الجوالات بهذه الصورة. كيف طبعا أكيد، ولذلك ربنا يقول ما توفيق إلا بالله، قال أهل العلم أسلوب حصر وقصر لأن الجملة مستثناة منفية، فالتوفيق لا يباع ولا يشترى.